اهلا بيكم. النهارده يوم مهم جدا، تظل الرغبه في ان الام تبقى ام واحده من ارقى واسمى الرغبات على الاطلاق. التكنولوجيا ساعدت الموضوع ده، لكن من افضل التكنولوجيات اللي حصلت في التاريخ المناظير. المناظير قيمتها يا جماعه كبيره جدا جدا، حولت جراحات من جراحات مزعجه الى جراحات اقل. اكيد كل جراحه طبعا فيها ازعاج، لكن انا بتكلم عن الجراحات. لكن في عالم بقى التعامل مع المعوقات الحمل، المناظير حدث ولا حرج، خدمت جدا جدا عالم النساء والتوليد. خلي بالكم بقى، اسئله كتير تدور حول المناظير. دول المناظير في التعامل مثلا مع الاكياس او الاورام الحميده او غيرها المرتبطه بالمبيض. طب غيرها دي هنفهم، لكن الاكياس ده لازم نفهم دور ازاله الاكياس بالمناظير ايه بالظبط. قنوات فالوب ومشاكلها، المناظير لعبت دور برضو، بس برضو لازم نقف قدام دورها ده، فين حدوده. سؤال مهم جدا جدا للالتصاقات، هل كل الالتصاقات ينفع اشيلها بالمناظير، مناظير البطن، ولا في التصاقات ازالتها بتبقى غير ذات جدوى؟ شوف التعبير العربي ده، هنفهم الحته دي، لانه ممكن حد يفكر يقول على ما ممكن الالتصاقات تبقى عنيفه قوي وكل ما اشيلها ترجع تاني. طب اشيلها ولا ما اشيلهاش؟ قضيه من القضايا المهمه قوي. حاجه تانية بتطلع من المهاجره، المرض اللي ازعج الكثيرات واسعج الكثيرين، الكثيرين نقصد الازواج انزعجوا من تطلع من المهاجره، المجتمع الطبي المرض ده ازعجهم، هنتدخل فيه ازاي؟ حتى الاعداد اول ما قلت بطل الرعاة المهاجره راحوا نازلين على طول ببطل الرعاة المهاجره كانيميشن. ده مزعج، هذا المرض مزعج علميا. ليه؟ هي كل شويه يتغير الكلام عليه، نشيل الاكياس حول المبيض ولا نسيبها؟ طب ازالتها ديت قد تضر المبيض ولا ما تضروش؟ الحاله والسيتويشن، ست تشتكي من الم ولا ست ترغب في الحمل؟ الامر يختلف في بطنه الرحم المهاجره. فمناظير ايضا هنا تختلف، هل هيبقى ليها دور ولا ما اعملش واسيب الوضع على ما هو عليه والجا للحق المجاري على طول في بطنه الرحم المهاجره؟ على حسب السيتويشن. قضايا كتير زي ما قلت لكم، المناظير حجر زاويه فيهم. تعالوا رحب بضيفي المبدع دائما اللي هيحل لنا الكثير من هذه المعضلات في طي الكلام، واكيد هنستمتع بحوار علمي رشيق ورائع جدا من واحد من نجوم هذا المجال، ضيفي العزيز الاستاذ الدكتور محمد حسني، استشاري النساء والتوليد وتاخر الانجاب والحقل المجهري وجراحات المناظير وماجستير الحقل المجهري من جامعه ميسينا بايطاليا، ودبلومه جراحات المناظير المتقدمه وجراحات المناظير الدقيقه، وعضو الجمعيه المصريه للخصوبه والعقم والجمعيه الاوروبيه والامريكيه والجمعيه المصريه للتدخل الجراحي الدقيق والجمعية الأمريكية للخصوبة وتأخر الإنجاب. أهلا بك. أهلا بك دكتور حضرتك. منورني. منورك. لأن المناظير تستثير في الرغبة العلمية فأنا قلت كلام حلو فيها. أنا من عشاق المناظير. المناظير بلا شك حلت المشكلات الكبيرة، ولذلك سؤالي الأول كيف تطورت المناظير؟ تطورت المناظير طبعا لو بصينا لزمان كانت لما كنا بدانا في المناظير، المناظير البطن كانت بتبقى عباره عن دخول بعدسه ونبص بها بعينينا، وبعد كده بدا الموضوع يتطور شويه ونستخدم الكاميرات، والكاميرات كان حاجه اسمها سنجل شيب اللي احنا بنشوفها بلون واحد، بعد كده 3 شيب اللي هو اللون الازرق والاخضر والاحمر، وبعد كده الموضوع تطور بقت حاجه الاتش دي. تطور الموضوع اللي هو كان منظار عباره عن منظار ندخل عشان نشوف فيه مشاكل اصلا ولا لا، بدون المساس بالمشكله اللي موجوده، مجرد معرفتنا بس. الموضوع بدا يتطور دلوقتي اللي احنا بدانا نحل المشاكل على قدر الامكان مع تطور اجهزه الدايثيرمي والمونو بولر للباي بولر، والتطور المذهل في الباي بولر الاجهزه اللي احنا بنستخدمها. وصل الحال ان احنا دلوقتي ممكن نشتغل مناظير عشان نرجع الواحده اللي كان عندها مشاكل في الالتصاقات زي ما كانت بطنها ما كانش فيها مشاكل. الموضوع تطور اكتر وبقى بنستخدمه دلوقتي في ازاله الام الحوض اللي احنا ما بنعرفش نعمل لها حاجه بالعلاج ولا حتى التدخل الجراحي. الموضوع بدا يتطور اكتر ان احنا بقينا نجري عمليات جراحيه بالمنظار زي الاورام اللي فيها وزي استئصال الرحم بالمنظار. الموضوع بقى يتطور اكتر واكتر واكتر ان احنا بقينا نعمل عمليات الاورام اللي مش حميده بالمنظار.
طيب ليه احنا بنحب المنظار ومش بنحب الجراحة؟ اللي احنا بنعمل عملية كبيرة من خلال 3 فتحات او 4 فتحات، كل فتحة 0.5 سنتي، وبنستعيض عن جرح في البطن بيبقى طوله من 15 لـ25 سنتي حسب الايه؟ الجراحة. فطبعا انا يعني انا من عشاق المناظير، انا بحب اعمل كل حاجة بالمنظار. السؤال بقى، ناس عندها لخبطة ما بين هل هي منظار البطن ده تشخيصي ام علاجي، ويقعد يسأل هل في فرق في التقنيه بين التشخيصي والعلاجي؟ لا مفيش فرق خالص. هو الفرق في حاجه واحده بس، اللي هو طريقه الشغل. طريقه الشغل فقط. انا علاج كتير ببقى داخل بالمنظار عشان اشخص، الاقي فيه مشكله فبضطر اتدخل يتقلب علاجي. فهو حسب، هو المنظار هو مفيش فرق بين التشخيصي والعلاجي، لكن هو الفرق في الشغل نفسه بس بين كطبيب. لو احنا قربنا للناس، ولو ان ده سؤال صعب، ايه الانديكيشن لاجراء المنظار؟ يعني الدواعي اللي نعمل فيها منظار ده؟ الدواعي طبعا في اللي هو في زي ما انا قلت، اللي هو في جزء تشخيصي وفي جزء علاجي. الجزء التشخيصي اللي انا في حاله ما عندهاش مشاكل، والزوج ما فيش فيه مشاكل، وخدت علاج وعملت اشعه بالصبغه وما عندهاش مشاكل وخدت تنشيط وما حصلش حمل، لازم اجراء المنظار التشخيصي. الكلمه اللي دايما بسمعها عندي في العياده، يا دكتور ما انا حضرتك عملت الاشعه ثلاثيه الابعاد كويسه، وعملت الاشعه بالصبغه وطلعت كويسه، انا هستفيد ايه بالمنظار؟ المنظار جاي يا دكتور ايمن من النظر. ودايما بشبهها دايما اللي عندي في العينين، انا ده ظل ايدي اهو، ظل ايدي ده مبين انا لابس خاتم ولا لا، مبين صبع متعور ولا لا، مبين صبعي ده فيه ضفر طويل ولا قصير، ده ظل. الاشعه ظل للحاجه اللي موجوده في الجسم، لكن لما اشوفها بعيني هبقى شايف تفاصيل ايدي اللي انا مش هبقى شايفها عن طريق ظل ايدي، صح ولا لا؟ فالمنظار بيبين حاجات مش بتبان في الاشعه. ايه الحاجات اللي ممكن بتبان ما بتبانش في الاشعه؟ رقم 1 بطانه الرحم المهاجره الدرجه اولى. دايما احنا اصلا انا مجرد دخولي بالمنظار اول حاجه بدور عليها في بطانه الرحم المهاجره ولا لا، لان وجود بطانه الرحم المهاجره في الحوض ده بيخليني قراراتي تختلف في كل حاجه بعد المنظار. ده رقم 1، ده مستحيل تبان اللي هي الدرجه الاولى الا بالمنظار. النقطه الثانيه كمان، انا عامل اشعه بالصبغه قبل المنظار، والاشعه بالصبغه مبينه ان الانبوبه سالكه وما فيش فيها مشاكل. هل الوضع التشريحي للانبوبه في الوضع الطبيعي بتاعه؟ هل اللي هي الاهداب الانبوبه اللي المفروض تكون نايمه على المبيض كده موجوده في الوضع بتاعه؟ ما اعرفش، هي الانبوبه سالكه. لكن لو الانبوبه دي لو سالكه وشها الناحيه الثانيه كده، مستحيل يحصل حمل، لان البويضه بتطلع ما بتلاقيش اهداب تدخلها جوه الانبوبه. فدي فايده المنظار التشخيصي. وجود التصاقات في الحوض، الناس اللي عندها بي اي دي وما عملتش عمليات جراحيه قبل كده، ده مش هيبان برضه الا بالمنظار. فالمنظار ده الدور التشخيصي بتاعه. نيجي بقى للدور العلاجي. واحدة عندها انسداد في قناة فالوب، واحدة عاملة عملية جراحية قبل كده وفي حصل تأخر في الحمل ومتوقع اللي في التصاقات في الحوض، واحدة عندها كياس شوكولاتة على المبيض، واحدة عندها أورام لفية على الرحم، واحدة عندها آلام مزمنة في الحوض وبدخل عشان أشيل الآلام اللي موجودة. الجديد بقى إن في احتقان في الحوض، فإحنا بنربط الأوفيريان أرت اللي هو الوريد، الاوفريان فين عفوا معلش، اللي هو الوريد اللي مسؤول عن احتقان الحوض، فالالام الجامده في الحوض بتروح. ده دور علاجي. نيجي دور بعد كده بعيد عن الحمل، استئصال الاورام واستئصال الرحم والحاجات دي كلها، انا مش يعني مهما وصفت واتكلمت في المناظير مش كده. قلت لك سؤال صعب. طبعا انا لو يعني اتكلمت في المناظير شهور مش هوديها حقها. السؤال العكسي، ايه الحالات اللي نقول لا ما ينفعش تعمل فيها منظار؟ ما فيش. لو في سبتسيميا مثلا، لو في لا ما هو لا 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 ما هو الحاجات اللي انا مش هعرف اعملها جراحه مش هعرف اعملها منظار، مش هعرف اعملها منظار. خلينا متفقين. يعني مثلا في حاله عندها مشكله مثلا كاردياك، حاله مشكله لا انا مش هقدر خلاص. ده انا بتكلم اللي هو انا بتكلم جراحيا. لكن حاله فيها مشكله طبيه، لا انا ما اقدرش انا احكم. في بعض الحالات يعني اللي هي مش هقول لك مستحيله، ليها صعب، واحنا بنفضل فيها جراحه. واحد عندها مثلا الرحم بتاعها كبير جدا، واصل حوالي 26 اسبوع حمل يعني مثلا، واقف فوق السره تقريبا، لا ده يتعمل جراحه. لان انا ممكن اعمله منظار، عملته قبل كده منظار،
بس قعدت في وقت قد ايه؟ اطول 4 ساعات. اه لكن جراحه هتقعد لها نص ساعه. اورام الضخمه قوي، اورام الضخمه، اورام الضخمه جدا، الاورام اللي مش حميده اللي فيها مشاكل ومش هتخليني اعرف اوصل للليمف نود بصوره اوضح. تمام. لكن هتقول لي ايه الحاجه؟ لا مفيش حاجه ما اعملهاش جراحه ما اقدرش اعملها منظار. منظار البطن نفسه ميزاته ايه حتى لو قارناه بمنظار الرحم؟ هو منظار الرحم ده حاجه ثانيه خالص خالص خالص. منظار الرحم ده بالظبط انا بدخل من فتحه المهبل لعنق الرحم للرحم من جوه، بشوف فيه مشاكل ولا لا وبخرج. وممكن اعمله من غير بنج خالص. اللي هو الاوفيس هيستريسكوب اللي هو منظار البطن، منظار الرحم المكتبي. لكن منظار البطن لازم يكون تخدير كلي طبعا. ويكون ما يكونش ما ينفعش فيه مع البنج النصفي. بندخل جوه البطن عشان نشوف الرحم من بره عامل ازاي. المريض لازم تكون متجهزه تجهيز كويس قبل العمليه بثلاث ايام، بيومين او ثلاث ايام، تكون واخده علاج معين، تكون داخله عمليات صايمه، بنج عمليه كبيره. فده لا، ده منظار الرحم حاجه ومنظار البطن حاجه ثانيه. كتير من الناس او الستات يعتقدوا انها لو عملت منظار بره ما ينفعش تعمل ثاني بطن. بطن؟ اه. لا، هو لو واحده عامله منظار بطن وعملته خلاص وما حصلش حمل بعده، هعمله تاني ليه؟ الا اذا كان في مشكله. لو في مشكله طلعت موجوده، يعني مثلا فرض واحده عملت منظار بطن يعني مثلا عملت منظار بطن مثلا وكان ما كانش في مشكله وما حصلش حمل، ما فيش داعي نعمله لها تاني الا اذا كان في مشكله، زي مثلا طلعت بطانه رحم مهاجره، كيس شوكولاته، كيس عادي على الرحم، ده دخل فيه. لكن عملت منظار بطن وحصل حمل ولدت قيصري بالذات، فتحه البطن دي بس اهم حاجه عشان اقول لك يا دكتور، ما انا ولدت، ما هي فتحه البطن دي مشكله. لو انا فتحت بطن العيانه وما عملتش حاجه وقفلتها، ممكن يحصل التصاقات تخلي الوضع التشريحي للمبيض والانابيب مش في الوضع الطبيعي بتاعهم. وما حصل وبعد الولاده القيصريه حصل تاخر في الحمل، لا تعمل منظار تاني. ممكن المريضه تعمل منظار مره واثنين وثلاثه بس حسب الانديكيشن، حسب ايه السبب اللي انا اعمل منظار بطن. ده السؤال اللي جاي، تحضير بقى. كلمه التحضير مرت كده مرور الكرام قبل المنظار البطن. طبعا، ما هو انا ما ينفعش اعمل منظار بطن يعني كده. اولا يفضل عمل اجراء المنظار البطن في الفتره الفلوكولار فيس اللي هي في اول 9 ايام من الدوره الشهريه. يعني البريود نزلت مثلا النهارده، في خلال 9 ايام اعمل المنظار، لازم يكون بعد انتهاء الدوره الشهريه تماما. المريضه تكون داخله العمليات صايمه، ما تكونش واكله ولا شاربه. بعض التجهيزات القولون اللي هي بتاخد بعض العلاج اللي هو بيخلي القولون ما فيش فيه غازات او ما فيش فيه اي انتفاخات، عشان لما اكون انا شغال في المنظار ما يكونش فيه اي حاجه تضايق الرؤيه، تضايق الرؤيه. بعض العلاجات اللي هي بتبقى تطر عنق الرحم، لو انا هعمل منظار رحمي الميزوتاكوس الحاجات دي كلها بتساعد ان عنق الرحم يبقى طري فيسهل دخول المنظار. فطبعا الحاجات دي تجهيزات، ووقت المنظار من الحاجات المهمه جدا. يعني بعض العمليات مثلا ما ينفعش يكون مثلا قبل البريود بخمس ست ايام واروح اعمل لواحده ورم ليفي. لا لا، انا كده بفتح حنفيه الدم. لازم بعد انتهاء البريود على طول. ليه بقى؟ يبقى لسه ما حصلش كونجيشن في ما حصلش احتقان. اللي هي التغير الدموي اللي بيحصل للرحم اثناء الدوره الشهريه لسه في بدايته، ففقدان الدم اقل، الهيلينج ان الجرح بيلم اسرع افضل وبيلم بكفاءه افضل. فاي عمليه دايما احنا بنحبها لاي سيده بعد انتهاء الدوره الشهريه مباشره. بعد المنظار البطن مطلوب من الست ايه؟ الاشياء اللي لازم نعملها؟ تعيش حياتها طبيعي، ولو شغاله او موظفه ترجع شغلها تاني يوم. هل الموضوع ده ممكن يتم عن طريق جراحه؟ لا طبعا. طيب. الجراحه دي قصه ثانيه. تمام. الجراحه دي التئام وعضلات بتلتئم. جرح. جرح. عضلات. جرح. احنا في المنظار بتبقى الغرزه على قد الجلد بس. فمش مطلوب اي حاجه من السيده بعد المنظار. بتروح البيت بعد 4 ساعات. بتعيش حياتها طبيعي بعد 24 ساعه. في اسوء ظروف ممكن 48 ساعه لو فرض عمليه كبيره واحنا مركبين درناء او حاجه بنحتاج ان احنا نتراحه. وبس يعني المنظار مفيش حاجه انفيزيف في البطن. تعال نسمع ابو العريس.
يا باشا الحاجة رجاء جاية مغمومة مش زي عوايدها، لدرجة إنها الأول مرة تنسى تجيب لي معاها السندوتشات المعتادة. خير يا حاج الرجاء؟ قالت أصل بنتي دعاء عملت امبارح منظار رحمي عشان تعمل حقن مجهري. طب كويس. قالت بس تعبها عملته في مدينة نصر وصريخها كان جاية بالشيخ زايد من الوجع. يا حاج الرجاء مش عاوز أغمك أكتر ما أنت مغمومة، بس كنت سألتيني المنظار الرحمي ده له مضاعفات كتيرة، ده ممكن يعمل التهاب في الحوض ولا يعمل مشاكل في المثانة والأمعاء. بعد الشر عليها، يلا أهي عملته وخلاص. أمرنا لله، نتصل بقى نجيب سندوتشات ديليفري. هو قضيته كلها في السندوتشات. لكن اللي قاله ده قد يحدث. قد يحدث. ما لسه حاجة لسه سألني حالا. التجهيز قبل المنظار لازم تكون السيدة متجهزة صح. لازم تكون واخدة مضاد حيوي قبل المنظار سواء رحمة أو بطني عشان لو في أي بكتيريا موجودة. بعد انتهاء المنظار بيبقى فيه علاج مضاد حيوي كوقاية. فطبعا الموضوع ده وارد طبعا، بس التجهيز السيدة كويس قبل المنظار والعلاج بعد المنظار طبعا بنتجنب من الموضوع ده تماما، ما بيحصلش منه مشاكل طبعا. تعال المحطة الأولى بقى. أبيض أسود أم رمادي؟ المنظار بيسوق نفسه بذات نفسه، هو نفسه باشا زي ما بيقولوا كده، طالما المنظار موجود يبقى كل شيء موجود. أبيض ولا أسود ولا رمادي؟ لا أسود خالص. ليه ما أنت بتحب المنظار والمنظار إحنا بنحبه؟ ما هو أنا اللي سايقه مش هو. يعني مش ما اسالش المكان فيه منظار ولا اسال فيه دكتور ولا طبعا لا طبعا ما في اماكن كتير فيها مناظير وما فيش فيها حد بيعرف يشتغل. بوصف بسيط كده، لو واحد بيعرف يسوق كويس ممكن يسوق اي عربيه حتى لو مدغدغه صح. لكن لو انا ما بعرفش اسوق وعندي عربيه مرسيدس هعرف اسوقها؟ لا. بس فهي طبعا ومش الدكتور، كمان الطقم كله اللي هو طقم الفني ودكتور التخدير ده كله طقم، لازم يكون تيم كامل. انا لو انا ما اعرفش اشتغل لو مش معايا فني كويس صح ولا لا، ممرضه عارفه اسم الاله اللي هتناولها لي. It is not the machine, it is the man behind the machine. صح كده. المحطه الثانيه. جاني متهم ام بريء؟ عندنا اثنين، يعني احنا عندنا اثنين في قفص للتهم. هتقولي اذا كانوا متهمين ولا واحد منهم متعصب جدا للمناظير ويكره ولا يتحدث وربما يبتعد قدر الامكان عن الحقن المجهري، والثاني يحب جدا الحقن المجهري ويبتعد ولا يتحدث ويعني لا يذكر المناظير. كلاهما متهم ولا جانب؟ متهم طبعا. متهم. دي منظومه متكامله، ما ينفعش انا ابدا بحاجه قبل حاجه وما ينفعش استغنى حاجه عن حاجه. يعني فرض مثلا هقول لحضرتك حاجه، لو فرض واحده عملت حقن مجهري وفشل وهي ما عندهاش مشاكل اصلا بس تخطط للمنظار وراحت عمل حقن مجهري وجالي العياده تاني، هل انا اجرؤ ان انا اعمل لها حقن مجهري تاني من غير ما اعمل لها منظار؟ لا صح كده. النقطه التانيه كمان، انا عملت المنظار وما حصلش حمل بعد المنظار بست شهور، هل اقول لها لا اقعدي في البيت او اعملك منظار تاني؟ هل انت تعرف ان البويضه اللي انت بتشوفها بالتنشيط دي مليانه ولا لا؟ فهي هما الاثنين متهمين. ما هي سايكل مع بعضها كده، ما ينفعش الحقن المجهري بدون منظار ولا ينفع المنظار بدون حقن مجهري. فالتعصب لاحدهما خطا خطا فادح واتهام فادح، واحييك ان انت ما حطيتهمش في مرحله الجناح. تعال نشوف المحطه الثانيه. وشك ام يقين؟ الست اللي عندها كيس شوكولاته على المبيض ادخل وشيله على طول، وهم ولا شك ولا يقين؟ شك. حاك الموضوع قتل بحسن. معلش. قتل بحسن. انت بين نارين، ها
هتسيب كيس الشوكولاته هيعمل لك مشاكل في الحمل حتى بالحقن المجاري. النار الثانيه لو شلت كيس الشوكولاته هيأثر على المخزون المبيض. ده احدث تقرير. انا ماسك العصايه من النص، مخزون المبيض مش حلو اسيبها على وضعها، يعني بالبلدي كده نص البلا ولا البلا كله. واحده مخزونها حلو، لا ده انا اخش وانا قلبي جامد. لان لو انا شلت لها كيس الشوكولاته مخزون المبيض هيتاثر، بس مش هيتاثر التاثر الكبير، وفرصه حدوث الحمل طبيعي من غير حقن مجاري تبقى كبيره. فانا تيلورد. ولا زيك شك. طبعا نورتني. نورك يا حبيبي، وابدعت. بس المنطقه دي انت بتبدع فيها جدا. ضيفي العزيز الخبير العلمي المتميز الاستاذ دكتور محمد حسني، استشاري النساء والتوليد وتاخر الانجاب والحقن المجاري وماجستير الحقن المجاري من جامعه ميسينا بايطاليا، دبلومه جراحات المناظير متقدمه من الهند وجراحات المناظير الدقيقه من فرنسا، كان ضيفي في واحده من ارقى حلقاتنا على الاطلاق في قصه وموال يبدا دائما باله، ولكن خلف الاله يد ماهره تقود هذه الاله. الاله هي المناظير، واليد الماهره هي المتخصصين في التعامل مع هذه المناظير من جراحين تاخر الانجاب. خليكم دايما مع الناس الحلوه.